غسان جرار، زوج الأسيرة خالدة جرار. في رسالتي هذه لكل المجتمع الدولي لتلخص قضية اعتقال خالدة جرار، خالدة النائب المنتخب من الشعب في المجلس التشريعي البرلمان الفلسطيني، خالدة الناشطة لحقوق الإنسان والمدافع عن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، خالدة الناشطة النسوية، خالدة الأكاديمية. هذا الاعتقال التعسفي بامتياز من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخالدة جرار وإيداعها في السجن باعتقال إداري بدون محاكمة بدون تهم، استنادا لقوانين الطوارئ لعام 45، القانون البريطاني اللي تخلى عنه العالم كلياته بما فيها بريطانيا، وبقيت إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل تعسفا بدون أي تهمة، كما هي حال النائب خالدة جرار. اعتقال خالدة للمرة الثالثة في حياتها والثانية خلال عامين، الهدف منه هو إبعاد خالدة عن جماهير شعبنا، إبعاد خالدة عن جمهور ناخبيها، لأنه يروا في خالدة خطورة، لأن الناس تثق في خالدة، لا يوجد تهم هناك سوى رأي وأفكار خالدة. لذلك هذا رسالة للعالم كله، رسالة لكل حر، رسالة للبرلمانيين في العالم، رسالة لنشطاء حقوق الإنسان، رسالة لكل ضمير حي بأنه يقف ليحتج ليطالب دولة الاحتلال بالتوقف عن هذا الاعتقالات التعسفية، والتي تشكل حالة خالدة جرار نموذج لهذا الخرق للقوانين الدولية والاستهتار في الأعراف الدولية. خالدة من المفترض أن ينتهي أمر الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، هذا الأمر الظالم بحقها من المفترض أن ينتهي مع نهاية عام 2017، في 1/1/2018 يفترض أن يطلق سراحها. خالدة تقع تحت وطأة الاعتقال الإداري، والذي يعني أنه ربما يتم تمديد الاعتقال أيضا بدون تهم. لذلك هذه رسالة للعالم كلياته، ارفعوا صوتكم للاحتجاج على هذا النوع من الاعتقالات، ارفعوا صوتكم لإنصاف ولنصرة النائب خالدة جرار الناشطة النسوية المدافع عن حقوق الإنسان، لأن انتهاك حقوق المدافع عن حقوق الإنسان هو يشكل قمة الظلم لهذا الاحتلال الجائر.